أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نناقش فيها أبعاد تجدد الانتهاكات الإريترية بحق الصيادين اليمنيين وكيف يمكن الحد منها. دعا مسؤول يمني السلطات الإريترية إلى وقف الاعتداءات وعمليات الاختطاف المتكررة لصيادين في البحر الأحمر، وقال وزير الثروة السمكية فهد كيفان إن هناك اعتداءات متكررة من الجانب الإريتري على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية، وتم اختطاف العشرات منهم ومصادرة قواربهم آخرها قبل يومين. وشدد كيفاين على أن هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف، داعيا السلطات الإريترية إلى إطلاق سراح الصيادين اليمنيين وتسليم القوارب والمعدات التي استولت عليها. وفي وقت سابق أفاد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي أفاد باحتجاز زورقين أريتريين عقب دخولهما إلى المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، وقال القملي إن قوات من خفر السواحل الأريترية وصلت إلى قرب جزيرة حنيش قبالة الحديدة، لكن القوات اليمنية تصدت لها وضبطت زورقين وعلى متنهما 7 أفراد أريتريين. وأشار إلى أن الزورقين ما يزالان قيد الاحتجاز، ويتم حاليا التحقيق مع طاقم الزورقين. إلى ذلك قال صيادون نجوا من ملاحقات دوريات إريترية أنهم تعرضوا للملاحقة على بعد 12 ميلا بحريا فقط داخل المياه اليمنية، وأن الإريتريين احتجزوا أكثر من 100 صياد وصادروا عددا من القوارب. إذن لماذا تجددت هذه الممارسات ولماذا في هذا التوقيت، وما الذي يمكن فعله للحد من ذلك؟ نناقش ذلك مع ضيوفنا بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. في وقت هم أحوج فيه إلى تنفس الصعداء واستعادة استقرارهم المعيشي بعد حصار غير معلن دام شهورا طويلة، يتعرض صيادو الساحل التهامي من جديد لانتهاكات الدوريات الإريترية في عرض البحر اليمني. وفقا لصيادين نجوا من ملاحقة لإحدى الدوريات الإريترية، فإنهم تعرضوا للمطاردة على بعد 12 ميلا بحريا، أي على بعد نحو 23 كيلو مترا من البر اليمني. أنا أي واحد يقوم معانا ولا معانا أي حاجة؟ وين الناس اللي طالبوا بعدنا؟ وين الرجال؟ على بعد كم؟ على بعد 12 ميل يمسك علي. من فين؟ من بحرنا، من بحر اليمن. ليست المرة الأولى، لأنها تتكرر من حين لآخر، وخلالها يتعرض الصيادون لنهب ما لديهم من حصيلة، ناهيك عما يتعرضون له من انتهاك يصل حد التعذيب بعد ملاحقة يستخدم فيها أحياناً الرصاص الحي. صيادون من سكان منطقة الخوخ الساحلية قالوا إن الدوريات الإريترية اعتقلت قبل يومين أكثر من 100 صياد يمني بعد الاعتداء عليهم، وقاموا بمصادرة 17 قارباً تم قطرها إلى ساحل ترمى الإريتري. الموقف الرسمي حتى الآن اقتصر على تغريدة لوزير الثروة السمكية فهد كفاين قال فيه إن مثل هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف، ودعا الجانب الإريتري إلى التوقف عن هذه الممارسات وإطلاق سراح الصيادين الذين تم اختطافهم من المياه اليمنية وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها. وحتى يتم تحرير الصيادين وقواربهم، يتساءل البعض عما يمكن أن تفعله الحكومة لمئات الأسر التي انقطع مصدر عيشها بسبب احتجاز عائليها ومصادرة رزقهم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، ونود أن ننوه في البداية بأننا حاولنا التواصل مع الجهات الرسمية حتى تتضح الصورة بشكل أكبر ونعرف ما هي الخطوات التي اتخذتها الجهات الرسمية لإطلاق سراح الصيادين الذين اختطفوا مؤخرا والذين مختطفين في إريتريا منذ سنوات. خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل يعني رد علينا بأنه يود أن تحل المشكلة بالتواصل وإطلاق سراح المعتقلين أو الصيادين اليمنيين لدى إريتريا مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإريتريين لدى قوات خفر السواحل اليمنية، ويقول بأن هناك تواصل مع سفيرنا في أسمرة لترتيب لقاء يجمع السلطات المعنية بين البلدين للخروج باتفاق جذري، ولكنه يقول بأن هذا الأمر سيتم بعد انتهاء جائحة كورونا ولا ندري متى. أما وزير الثروة السمكية فهد كفاين فقد تم التواصل معه ولكنه رد علينا واعتذر عن المشاركة، ويقول أنه همنا الآن إخراج الصيادين اليمنيين من الحجز وتهدئة الوضع المتوتر حاليا، ويقول بأن في الوقت المناسب يعني بالإمكان أن يكون معنا. رئيس جمعية الصيادين اليمنيين أتى في الخوخ
أخرى تحدث معنا قبل قليل بخبر جديد بأن هناك أيضا 30 صياد يمني تم احتجازهم من قبل السلطات الأريترية يعني في ساعات المغرب منذ قليل. وللتفاصيل أيضا سيكون معنا، لا أدري إن كان جاهزا الآن. إذن أرحب بضيفي من سينضم إلينا من الخوخة في محافظة الحديدة، رئيس جمعية شباب الخوخة السمكية السيد خالد زرنوقي. سيد خالد مساء الخير. مساء النور وأهلا وسهلا. أهلا بك سيد خالد، يعني خبر جديد أتى منك بأنه تم احتجاز 30 صياد قبل قليل. مش تم احتجاز 30 صياد، الخبر لأنه وصل الآن العصر إلى الخوخة 30 صياد من اللي احتجزوهم أنت. نعم يعني نفهم منك بأنه ليس احتجاز وإنما إفراج عن صيادين وصلوا إلى الخوخة. أيوة، بعد ما صادرت جميل. حقوقهم، بعد ما صادرت قواربهم، والآن قالوا في الطريق على أنه في الطريق الباقي مزفرين بس صادروا قواربهم. رغم طيب إنه في ضعنا في التفاصيل، ضعنا في التفاصيل، كم عدد المحتجزين حتى الآن؟ طيب سيد خالد ضعنا في التفاصيل، كم عدد المحتجزين حتى الآن وكم الذين تم الإفراج الآن عنهم؟ باقي 90 صياد، الآن باقي 90 صياد محتجز في ترمة. نعم، يعني العدد الإجمالي كان 120 أفرج عن 30 وما زال 90 صياد محتجز. أيوة، اللي أفرجوا أنهم صادروا قواربهم، لم يفكوا لهم بقواربهم. في كل قارب كم صياد؟ أخذوا قواربهم. يتراوح العدد من 8 إلى 5 إلى 7 إلى 6، مش بالضبط عدد محدد. يعني عدد القوارب، إجمالي عدد القوارب المصادرة كم؟ المصادرة أمس من المياه الإقليمية اليمنية، نعم، 17 قارب اللي أمس اللي صادروها من المياه الإقليمية اليمنية من داخل جنب الخوخة، ساحل الخوخة. طيب العائدين يعني ما الذي تحدثوا به لكم؟ يعني ما الذي تم معهم؟ ما المطلوب؟ لماذا تكررت هذه الانتهاكات؟ تمهم انه اطلقوا عليهم رصاص، خزقوا لهم الجلبات، وبعضهم سلم الله الا ما يكون في اصابات، وضربوهم ضرب مبرح. ما المبرر؟ يعني عندما احتجزوهم ما المبرر؟ نعم سيد خالد، عندما احتجزوهم قالوا لهم ما المبرر؟ المبرر انه يبدو الوزيرة تفهمش انها تبعهم. انه ماذا؟ ان جزيرة حنيش تبعهم. ها يتحدثون بان جزيرة حنيش تتبعهم. ايوه، وان البحر كله تبعهم وهم يكذبون. نعم، طيب يعني هل تعرضوا لاي انتهاكات؟ هل حدث معهم شيء في فترة الاحتجاز؟ نعم 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 اخي. انت رجل شايب مسن، ما هو جلبه صغيره وهو داخل مرسى حنيش، المرسى الرسمي حق حنيش، داخل حنيش، نزلوا له لما البر وجروه وضربوه داخل الجزيره حق حنيش، واطلقوا عليه رصاص جنب رجله فوق الجبل في البر حق حنيش، في المرسى حق حنيش، ادبوه عذاب وسحبوه وطلعوه الى يعني يمارسون الاعتداءات في مرسى جزيره حنيش، في مرسى في قلب جزيرة حنيش. وأين القوات اليمنية؟ يعني هناك حديث بأن قوات يمنية تسيطر على جزيرة حنيش وأن الوضع تحت السيطرة. القوات الدورية اليمنية موجودة في الفيسبوك والواتساب فقط. إذن شيء خطير، وكان يتطلب بالفعل أن يكون رئيس مصلحة خفر السواحل متواجد معنا في هذه الحلقة حتى يوضح للناس ما الذي يجري. يعني الرجل يتحدث بأن جزيرة حنيش توجد فيها قوات أريترية ويعني يقومون بكل الانتهاكات على صيادين ومواطنين يمنيين في هذه الجزيرة. مش موجودين على الأرض، مش موجودين على الأرض على الجبل، هم يجوا بالزوارق حقهم يحوموا في البحر على السواحل في حنيش. أنت قلت أنهم وصلوا إلى المرسى. أيوة، وصلوا للمرسى بعد الصياد، نزلوا بعد الصياد لما المرسى لما فوق الجبل. نعم. وابتعدوه. طيب يعني إلى من تلجؤون عندما تتم الانتهاكات بحقكم كصيادين؟ نرجع إلى مكتب الثروة السمكية في الخوخة عند المدير داود مشولي، يقدموا استجواب، ومكتب غفر السواحل فتحي ملم.
نعم، ما الذي يعني أو ما هي ردودهم؟ ردودهم على أنهم ما بيدهم حاجة، أنهم يرفعوا تقارير للجهات المختصة. نعم، إذن ابقى معي قليلا، سأعود إليك سيد خالد، وأرحب بضيفي من اسطنبول الصحفي مصعب عفيف، سينضم إلينا. سيد مصعب مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، تحية لك ولجميع المشاهدين. اهلا بك سيد مصعب، لعلك استمعت لحديث ضيفنا، يعني هو رئيس جمعية شباب الخوخة السمكية السيد خالد الزرنوقي، يتحدث بأن هناك اعتداءات وأن القوات الأريترية تسرح وتمرح بالمياه الإقليمية اليمنية وتمارس الكثير من الانتهاكات والاعتداءات بحق الصيادين، حتى أن بعض الزوارق الأريترية وصلت إلى مرسى السفن في جزيرة حنيش، كيف يفهم هذا الأمر؟ نعم، بداية يجب التأكيد على أن هذه الاعتداءات والهجمات التي تنفذها القوات البحرية الأريترية تصاعدت منذ العام 2010 تحديدا، خلال العقد الأخير العشر السنوات الأخيرة، وتزايدت خلال سنوات الحرب بشكل ملحوظ. لدينا اتفاقية رسمية ودولية، وهي عقدت في عام 1999 لإنهاء النزاع حول حنيش، ونصت الاتفاقية على أن الصيادين الأريتريين يحق لهم الاصطياد ما بين من البر الأريتري إلى البر اليمني، أيضا يحق للصياد اليمني الاصطياد في هذا النطاق المياه البحرية. يعني كان هناك اتفاق يمني أريتري بأنه يسمح للأريتريين الوصول إلى جزيرة حنيش وممارسة الصيد. نعم، أنا هنا أعني الصيادين. ما يحدث اليوم هو أن الأريتريين أو القوات البحرية الأريترية تخرق هذا الاتفاق الدولي بشكل متكرر، تهاجم الصيادين الذين يبحرون في المياه التي هي ليست مياه الأريترية، بل ما حدث اليوم أو خلال اليومين الماضية هو تصعيد كبير وخطير. لأول مرة تصل القوات الأريترية إلى داخل الجزيرة، جزيرة حنيش هي جزيرة يمنية بحسب الاتفاق الدولي وبحسب الاتفاقات الرسمية الدولية المتعارف عليها. وصول القوات البحرية، لكن اتفاق هذا ألا يعد هو ممهد لهذه الانتهاكات والتمادي أكثر، خصوصا بأن هناك مشاكل سابقة بين البلدين ويعني محاولات أريتريا للسيطرة على هذه الجزيرة باعتبارها تابعة لها؟ يعني على أي أساس توضع اتفاقية كهذه ويعني تجعلها طريق ممهد للأريتريين لممارسة أي اعتداء وأي اختراق؟ لا، الاتفاق كان واضح، وهو يسمح للصياد اليمني بالإبحار إلى حتى وصول إلى المياه الأريترية. يعني كانت بهذه الأساس أن الصياد بإمكانه أن يبحر في سواحل الخوقة وصولا إلى حنيش وما بعد حنيش باتجاه المياه الأريترية، يحق للصياد اليمني أن يصطاد من هناك. نعم. ما يحدث الآن أن القوات البحرية لا تنتظر الصيادين حتى يصلوا إلى المياه الأريترية، هي تهاجمهم وما زالوا داخل الأراضي اليمنية وداخل المياه اليمنية على بعد 12 ميل فقط، وهذه مياه يمنية لا يحق لأي قوة أريترية أو غيرها التدخل والوصول إلى هناك. ما يحدث اليوم هو يعني ضمن سلسلة من الانتهاكات يتعرض لها الصيادون في الحقيقة. خلال عام 2019 تصاعدت هذه الهجمات بشكل ملحوظ، لدينا أكثر من 65 قارب خلال عام واحد في 2019، لا زالت محتجزة حتى اليوم لدى الأريتريين الكثير، مئات السجون ومئات الصيادين لا يزالون محتجزين، وكل ذلك نتيجة ضعف موقف الحكومة الشرعية وأيضا غياب القوات البحرية وخفر السواحل، لا يوجد أي قوة على جزيرة حنيش، وهذا ما شجع القوات البحرية الأريترية اليوم على تنفيذ هذا الاعتداء داخل الجزيرة اليمنية، وهي جزيرة يجب أن يتواجد فيها قوات يمنية لحمايتها من أي تدخل خارجي. طيب سيد مصعب، يعني لو تحدثنا عن دلالة التوقيت، ما دلالة التوقيت يعني أن تقوم القوات الأريترية بممارسة الانتهاكات و الوصول إلى جزيرة حنيش، ما دلالة هذا التوقيت؟
نعم بكل تأكيد. الإريتريين اليوم يستغلون هذا الظرف وهذا الوضع الهش لدينا. نحن اليوم تائهون، وأيضا الحرب تفعل ما لا تفعله أيضا الكثير من الأمور التي تشغل الحكومة واليمنيين بشكل عام. نحن نواجه انقلابين داخل بلد واحد، ونواجه أوبئة وجائحة كورونا وحرب من هنا وهناك. لذلك اليوم يوجهون هذه الضربات في حين أن آلاف اللاجئين الإريتريين يقيمون في اليمن، في كل محافظات اليمن، دون أن يتعرضوا لأي اعتداء أو أي إيذاء. نحن نستقبل إلى اليوم مئات اللاجئين القادمين من إريتريا والقرن الإفريقي بشكل كامل. رغم هذه الحرب ورغم الأوضاع الاقتصادية السيئة والمتردية، لا زالت هذه البلاد تفتح أبوابها. في المقابل يواجهون هذا الكرم اليمني بالاعتداء أيضا على الصيادين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الصيد، مقابل خلال يومين أكثر من 100 صياد محتجز. يعني أن 100 أسرة اليوم في الخوخة وفي المناطق المحيطة بها والقرى المتوزعة على سواحل الحديدة اليوم بدون عائل، عائلها الوحيد في السجون الإريترية، أيضا يتعرضون للتعذيب الشديد داخل جزيرة ترمة الإريترية، وهي مركز سيء الصيت لدى الصيادين، يتم ممارسة فيه شتى أنواع التعذيب من قبل البحرية الإريترية دائما. نعم، إذا نبقى مع السيد مصعب. أعود لضيفي السيد خالد زرنوك، رئيس جمعية شباب الخوخة السمكية. سيد خالد، يعني تحدثت عن عدد المعتقلين بأنه يصل إلى 120، يعني هذا هو فقط ما يتواجد حاليا في السجون الإريترية، أم أن يعني هناك محتجزين منذ ما قبل الأزمة الأخيرة لم يطلق سراحهم حتى الآن، خصوصا بأنه يعني كما نعلم منذ العام 2010 وما بعد، يعني في زيارة لي لمحافظة الحديدة لا وجدت معظم أسر الصيادين يشكون بأن لديهم لا تكاد أسرة إلا ولديها شخص موجود في السجون الأريترية. يعني هل انتهت الأزمة فقط؟ يعني ما يتواجد في السجون هم 120 فقط، عاد منهم 30 وتبقى 90؟ هذه الحصيلة حق أمس، 120 الصياد حصيلة أمس. إجمالي ما هم محتجزون، هل هناك أرقام ولو تقريبية؟ من قبل افرجوا انهم في محتجزين من ناحيه، في محتجزين من حيث لحد الان داخل سجون مصوى ما خرجوش لحد الان. يعني هل هناك احصائيه معدده تحصر عدد الصيادين المحتجزين لدى إريتريا، صيادين محافظه الحديده بشكل عام؟ هل هناك رقم محدد من جهه رسميه حصرتهم واحصت عدد المحتجزين؟ ما فيش حصر الا عدد القوارب خلال شهر 5 الذي صدرت 20 قارب الشهر هذا 5 اللي فات، والان اللي صادروها 17 قارب. وامس الدوري الارتيري اجل مساحل موشج في شهود وفي اثباتات على ذلك، ساحل موشج جنب الانبره جنب مركز التحالف الدوري الارتيري بنفسه. طيب أين القوات المشتركة وقوات خفر السواحل مما يجري؟ يعني ألا يوجد أي تحرك من قبلهم؟ لا نعلم فينهم. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد خالد زرنوقي، رئيس جمعية شباب الخوخة السمكية، كنت معنا من الخوخة، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي السيد مصعب. يعني سيد مصعب، هناك يعني علاقة جيدة ما بين إريتريا والإمارات، وأيضا الإمارات ترتبط بعلاقة باليمن، ألا يمكن لهذه الدولة أن يكون لها دور في ما يجري على المياه الإقليمية اليمنية؟ بكل تأكيد اليوم نحن في سواحل البحر الأحمر نخضع بشكل كامل للقرار السعودي الإماراتي. الإمارات لديها قاعدة عسكرية، التحالف بشكل كامل لديه قاعدة عسكرية في إريتريا، وهذه الهجمات تتم تحت أنظار إن لم تكن بإيعاز الإماراتيين. لكن قبل حتى لا نتورط في مسألة اتهام
دولة ما هذا الموقف أو هذه الاعتداءات الإرتيرية هي كانت في الحقيقة منذ ما قبل الحرب. لا لا، هو ليس توجيه اتهام، وإنما نحن نبحث عن يعني دور لهذه الدولة في حل الأزمة القائمة، يعني هي تمتلك علاقة جيدة مع الطرفين. نعم نعم، إذا أرادت الحكومة الشرعية أو إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الحكومة الشرعية في حل هذه المشكلة فسيكون حلها بشكل بسيط جدا، وتمتنع هذه القوات البحرية من تنفيذ هذه الاعتداءات التي تتم على مدنيين وصيادين عزل. نحن نتحدث عن 10,000 قارب تم مصادرتها من قبل القوات الإرتيرية منذ العام 2010 وحتى عام 2017 قبل 3 أعوام. هذا التقرير كان بحسب الجمعية التعاونية للصيادين في مدينة الحديدة. نتحدث عن 4,600 صياد تم اعتقالهم خلال المدة ذاتها منذ العام 2010 وحتى العام 2017. هذه الجملة من الاعتداءات تعكس أن هناك توجه أو قرار أو سياسة إرتيرية بتنفيذ هذه الهجمات في محاولة لقطع الطريق أمام الصيادين وربما تمهيد لأن تصبح جزيرة حنيش خط أحمر على اليمنيين، مع أنها جزيرة يمنية بقرار دولي وباتفاقيات دولية وتحكيمية. نعم، ابقى معي سيد مصعب. ورحب بضيفنا صياد يمني محمد سعيد زليبي من الخوخة، سينضم إلينا الآن. سيد محمد مساء الخير. سيد محمد هل تسمعني؟ سيد محمد هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع سيد محمد. أعود مرة أخرى لضيفي مصعب. يعني سيد مصعب، تواصلنا بالجهات الرسمية ووجدنا تصريحهم بأنهم يعني محتجزين لسبعة جنود أريتريين وأنهم ينوون القيام بتفاوض مع الجهات الأريترية ولكن بعد انتهاء أزمة كورونا، واليوم هم حديثهم عن معتقلين فقط، بينما ما يؤكده الناس ويؤكده الصيادين بأن القوات الأريترية وصلت على مشارف الخوخة على بعد 23 كيلو متر وأيضا وصلت إلى مرسى جزيرة حنيش. كيف يفهم الأمر؟ نعم، في الحقيقة هو تطور ملحوظ وربما خطير مع اعتقال القوات اليمنية لقوات بحرية إرتيرية، لكنه مهم، وهذا الموقف يجب أن يكون كان موقف قديم ورادع. هذه القوات، قوات صفراء السواحل اليمنية المتواجدة اليوم، لديها كامل الدعم السعودي الإماراتي في جزيرة زقر، وهي قوات خفر السواحل بقيادة عبد الجبار زحزوح، تتلقى الدعم أيضا من قوات طارق صالح وهي المسؤولة أولا عن تأمين جزيرة زقر أو أرخبيل حنيش بشكل كامل. هذه القوة حتى الآن تقصر في تنفيذ عمليات الدوريات البحرية، يجب أن تكون هناك دوريات بحرية مستمرة لحماية الأرخبيل، وأيضا وجود قوة عسكرية ولو صغيرة ومحدودة في جزيرة حنيش، وهذا حق يمني متعارف عليه. لا نعلم ما سر هذا التقصير أو ما سر إهمال هذه الجزيرة وهذا الأرخبيل. القوة العسكرية متواجدة في زقر على بعد تقريبا 6 أميال فقط من حنيش، بإمكان نقل قوة محدودة من زقر إلى حنيش لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات. بالتأكيد القوات البحرية الأريترية ستصعد الآن ربما من هجماتها في ظل اعتقال، لكن هل يفهم الأمر يعني بتكرار هذه الانتهاكات وأيضا يعني وصول القوات أكثر من مرة إلى الجزيرة وما حولها بأنها يعني عادت لنفس المطامع التي تتبناها هذه الدولة وما قامت به في 94 باحتلال هذه الجزيرة؟ هل يعني يفهم الأمر بأنها يعني تنوي تكرار نفس ما حدث؟ نعم، كما قلت لك هي تحاول تكريس أو فرض أمر واقع في عن طريق أولا إقناع أو حرمان الصيادين من الوصول إلى جزيرة حنيش حتى يصبح الصياد خائف من الإبحار والوصول إلى تلك
المناطق أو إلى الأرخبيل، ومن ثم سيفرضون أمر واقع إذا لم يجدوا قوة عسكرية رادعة أمامهم في جزيرة حنيش وفي محيط الأرخبيل سيتمادون، وقد نجد أنفسنا فعلا أمام جزيرة يمنية أيضا تحت سيطرة قوات غير يمنية كما يحدث في الجزيرة في الكثير من الجزر اليوم المتناثرة هنا وهناك. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي مصعب عفيف، كنت معنا من مدينة إسطنبول، وأرحب بضيفي مرة أخرى محمد سعيد فليفي، سينضم إلينا من الخوخة من محافظة الحديدة. سيد محمد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد محمد. يعني حدثنا عن تفاصيل ما حدث مؤخرا للصيادين اليمنيين. لما دخل اللينش الأرسلي إلى جزيرة حنيش وقام بإمساك الهوارج، ودخلنا بلغنا لا داخل الموقع، قلنا له اللينش ماسك 2 هوارج الجزيرة وسحبهم من الجزيرة ما خرجوش. نعم. أنا امتسك علي 2 هوارج راحوا من الجزيرة، دخلت لهم لعندهم ما خرجوا. يعني أنت كنت مع الصيادين أم لك أقارب مع الصيادين المحتجزين؟ أنا معي أقارب صيادين محتجزين 2 شالوهم. يعني القارب الخاص بك محتجز ما زال لدى الجهات الأريترية؟ أيه شالوا، دخلنا بلغنا وعادهم جنب الجزيرة، اللينش الأرتيري بالذات جنب الجزيرة هون يشوفوا عن يشوفوا. طيب. أخرجوا بعد ما خرجوا. طيب يعني عشان فقط يعني نوضح الأمور بشكل دقيق للمشاهد، أين تم بالتحديد احتجاز قواربكم؟ هل قريب المياه الإقليمية الأريترية أم أنه يعني في داخل المياه الإقليمية اليمنية؟ في جزيرة حنيش، داخل الجزيرة حنيش. في الجزيرة يعني على مرسى الجزيرة تم مصادرة قواربكم؟ أيوة، من هنا شالهم ودخلهم إلى مرسى برا أصولي. إذن وضع كارثي، وهناك مسؤولية كبيرة تتحملها قوات خفر السواحل، وكنا نتمنى أن يكونوا معنا لإيضاح ما يحدث في هذه الجزيرة. هواري مليان مسك حتى من هنا على الخوخة 10 ميل مسكهم فوق العنبرة. إذن بالفعل هي مشكلة. أشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح سيد محمد سعيد هليبي أحد الصيادين في الخوخة، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا يعني استمعتم لحديث الصيادين يتحدثون بأن القوات الأريترية وصلت إلى مشارف الخوخة ما يقرب على 23 كيلومتر، وأيضا إلى مرسى جزيرة حنيش. لا ندري هل تدرك حجم الخطورة قوات خفر السواحل والحكومة اليمنية وما تقوم به القوات الأريترية في المياه الإقليمية اليمنية وصولا إلى بعض الجزر. كنا نتمنى أن يكونوا معنا ولكنهم رفضوا وقالوا أنهم يسعون لحل الأمر يعني وفق التواصل الرسمي ما بين السفارة والجهات الأريترية. إذن نكتفي بهذا القدر مشاهدينا ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.